اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر الان. البرنامج اليوم بيقدم المبادره بتاعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الا وهي اتحضر للاخضر اتحضر للمستقبل اتحضر لبيئه نظيفه. معانا ومعاكم السيد اللواء صبري جنزوري احد قاده واحد رجال الاشراف البيئي مم. في مصر استاذ صبري جنزوري هو مساعد وزير الداخليه والخبير الامني والبيئي اهلا بيك سيد اللواء اهلا بيك احنا تشرفنا بحضرتك ولينا الشرف وسعيدين جدا بلقائك سيد صبري جنزوري الاسم ده ليه علاقه بالسيد الوزير كم جنزولي؟ والله احنا ابناء عمومه يعني آه عم انا آه يعني انا زي ما هو كان دايما يفتخر ان هو طلع آه بجهوده وبمجهوده آه فكان يحب يسمع عننا كل خير ان كل واحد طلع بمجهوده. الحمد لله احنا صنعنا نفسنا كل واحد آه وعملنا اسم آه كل واحد في موقعه والحمد لله ربنا انعم علي في موقعه في وزاره الداخليه. سيادة اللواء حضرتك كنت أحد رجال القادة المسؤولين عن الجهاز البيئي في مصر. أه، إيه رأيك في المبادرة بتاعت الرئيس؟ أولاً آه آه لما نتكلم آه ونجيب سيرة السيد الرئيس عبد السيسي فيلزم إن سيادتي ياخد قدره فننحني له إجلالا وتقديرا وتعظيما لكل جهوده في كافة المجالات وخاصة اهتمام سيادته بالملف البيئي وأعتقد سيادتك والسادة المشاهدين يعلمون أن السيد الرئيس الفتاح السيسي في كل المواقع اللي افتتحها سواء تتعلق اللي الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان أو أي مشروعات على مستوى مصر بيركز في اهتماماته إنه يشوف وحدات المعالجة لكل منشأة من المنشآت اللي دخلها والمسطحات الخضراء في المنشآت اللي تم افتتاحها لأنه مهتم بالملف البيئي لانه يعي تماما ان قبل ما ادور على العلاج لصحه المواطن اهتم بان انا امنع عنه ما يسبب له الامراض وهو التصدي للملوثات بكافه انواعها. يعني هو سيادته بيهتم وكان المبادره كان المقصود منها تحفيز الجميع ونشر الوعي البيئي ومشاركه كافه الاجهزه سواء وزارات، هيئات، بنقول مجتمع مدني وخلافه ان يبقى في صحوه بنبين ان العمل في هذا الملف ده امن قومي عشان نحافظ على نقول مقوماتنا الطبيعية ونحافظ على التنوع البيولوجي اللي ربنا أكرم مصر به ومن هنا كانت هذه المبادرة عشان يحقق الحلم اللي هو بيحلم به أن مصر دايما زي ما كان هي لها ريادة ولها حضارة أن تظل مصر بنفس الحضارة وبنفس القوة وإحنا بنتطلع لعشرين ثلاثين حيث التنميه المستدامه اللي احنا بننشطها ويبقى في تقدم وازدهار ورفاهيه من خلال اهتمامنا بكافه الملفات وخاصه الملف البيئي اللي يتعلق بالتنميه. حضرتك كنت الحملات الموجهه لشرطه البيئه. انواع التلوث. تلوث انواع. ايه انواع التلوث اللي انت مريت او قابلتك؟ وانت عم بتقود اولا انا لما توليت رئاسه شرطه حمايه البيئه كانت هي اداره ضمن الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات المائيه فانا استلمت العمل على ان ينحصر جهود الاداره في العمل على المسطح المائي فقط وبعد حوالي شهرين من <applause> الحملات اللي تمت على المسطح المائي اللي هو نهر النيل بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم وزارة الداخلية عملنا بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة عشان ننقل نشاطي من الذي ينحصر على المسطح المائي للمسطح الهوائي والأرضي وبقى بيننا وبين وزارة البيئة ووزارة الداخلية بروتوكول تعاون آه نشاطنا زاد وبالتالي آه لنا تواجد في جه مع جهاز شؤون البيئه آه ابتدينا يبقى في حملات آه على كافه انواع الملوثات آه لما آه اكلم حضرتك مثلا على التلوث نهر النيل م م مين اللي مسؤول عن نهر النيل؟ أه 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 نهر داري. النيل يعني آه الناس كلها تقول وزاره الري وزاره كل الناس هتتكلم من وزارة الري اه وزارة الري لها جهد كبير في انها بتاخد عينات من المية من اول ما توصل لنا من في حدودنا من السودان لغاية اخر مصب نهر النيل والترع والمصارف نهايتها بتاخد عينات طول هذا المسار عشان بتعمل تقارير وتحاليل لنوعية المية اللي موجودة عشان نعرف الاماكن اللي بينزل بقى فيها ملوثات كثيره الفتره اللي انا كنت فيها كان بنعاني وكانت الفتره اللي كان فيها السيد الوزير ممدوح رياض كنا بنعاني من وجود العديد من الشركات والمصانع اللي بتصرف بعض مخلفاتها اللي بنقول صف بتاعها على النيل مباشره جزء كان بعد عندهم وحدات معالجه ولكن ليست بالكفاءه الكبيره وعندنا بالاضافه الى ان في مصارف زراعيه ومصارف صناعيه وفي صف صحي احنا بنتعامل مع النيل بيخش معانا وزاره الصحه لان وزاره الصحه معنيه باخذ عيدات خاصة بالنسبة لما يتعلق بمياه الشرب مأخذ المية بتاع محطات الشرب وبرضه نفس النظام بناخد عينات من المحطات الصف احنا عندنا لما نتكلم عن النيل احنا عندنا وزارة الري حماية, حماية, حماية النيل وعندنا خد بال لحضرتك ان اول قانون بيحمي قانون بيئه هو كان قانون 48 لسنه 82 اللي هو خاص بحمايه مجرى النيل وخاص بحمايه النيل والمجاري المائيه اللي هي التبع والمصارف والبرك والمست وكل كل الاماكن المسطحات المائيه فلا قانون بيحكمها اللي هو قانون 48 لسنه 82 حضرتك تبقى عارف ان القانون ده سابق على قانون جهاز شؤون البيئه مين اللي هو 414 مين حضرتك المسؤول بقانون وزاره البيئه آه القانون لما بنيجي نطبقه احنا بنطبقه احنا الاجهزه كلنا يعني انا نازل آه ونازلين مأمورية ناخد عينات من آه التلوث اللي نازل في النيل ايا كان مصدره يعني شركه او مصنع وكده انا بنزل معايا مين الخبرة بتوع جهاز شؤون البيئه مع ناس من التفتيش البيئي معايا معمل جهاز شؤون البيئه في معامل مركزيه على اعلى مستوى آآ آآ بننزل آآ بنخ بنحلل في نفس المكان وبنعرف والهدف من النزول ايه هو لازم ستك تبقى في الفتره دي احنا بنتعامل مع شركات آآ آآ طبعا نقول قطاعان فهي لا لا ليس هدفها ربح عشان نقول ده منشأة بت... لا قد قد إيه إحنا كنا بن... بنضغط عشان يوفق أوضاعه لأن هو قدامه إيه؟ يعمل معالجة والمعالجة بتكلفه لازم يعمل معالجة يبقى ما ما نزلش في النيل. لا يرميها على شبكة الصرف الصحي. يبقى معنى ذلك كده دخل مع وزارة الإسكان. قانون الإسكان برضه بيحدد المعايير اللي يصف عليها. يعني عاوز كده بقول لحضرتك الأجهزة كتير بتخش أه. وزاره الصحه داخله معانا ال 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 الاسكان من خلال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وموجوده معانا فبالتالي احنا اه بيحصل تكاتف جود يعني النهارده اه وزاره الاسكان عاوزه تعمل محطه ميه طب مين اللي يقدر مين اللي هيعمل المعايير الصحيه اللي اللي او الاشتراطات البيئيه اللي موجوده في عندنا في نوعية البيئة بيطلعوا يعملوا دراسات للمكان وبيقولوا ايه الاشتراطات المطلوبة تتعمل تنسيقا مع الجهات بيتم ما بين البيئة والإسكان والصح يعني كلنا بنتكاتف يعني مع بعض كل و... الوزراء بتتكاتف اه وبي... في تنفيذ من غير الحملات لا ما انا بطلع اتابع اشوف الحملة هي متابعة اشتراطات الجهات دي كل منشأة لها سجل بيئي أنا بطلع أشوف المنشأة بتنفذ الاشتراطات اللي مكتوبة ولا ما بتنفذهاش هل المعايير اللي نازلة من وحدات المعالجة موجودة يا فندم النيل زي ما احنا كده انت ناس ان احنا عندنا عائمات في عائمات ثابته عامات سياحيه وفي, وفي عامات متحركه طب هيصرف فين؟ مين اللي هيتابعه؟ ما هو لو ما تابعتوش وطلعت حمله وكده من خلال بقى حضرتك مسدحات مائيه ولا من خلال وزاره البيئه؟ لا احنا 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 كنت بص يا فندم برضه عشان الكلام ايه هشرح اه خلال سياق الحديث هي وزاره البيئه اه اه مقرها طبعا ورا فندق سوفيتيل اه ده المقر الرئيسي لكن لها فحف في, في لها كذا فرع على مستوى الجمهوريه بالاضافه الى إدارات البيئه اللي في في المحافظات اللي تبع وزاره التنميه المحليه النهارده انا طالع حمله انا ما عنديش انا خبرة انا بطلع الحمله وباخد خبره بتاعتي اللي انا هتعامل معاهم سواء معمل او تفتيش بيئي لان كل منشاه ولها معايير خدت بال حضرتك النهارده كنا الاول بيسمحوا اني المنشات العائمه او ده في عنده وحده معالجه وهو ماشي اي نعم حاليا اتلغت انا بتكلم على ايام ما كنا احنا موجودين كنا بنتصدى ليه لأنه يعني ممكن كان يم حمولته في نص المسافه من غير طالما مش حاسس ان في جهه بتتابعه ولا بتراقبه دلوقتي اتمنع ده واتلغت وحدات المعالجه ولازم يصرف لانه بيحسب الكميه اللي موجوده في خزانه وبيتم الصف لها ضوابط ضوابط دلوقتي بقت محكومه اللي انا يهم السيد المشاهد وانا بتكلم انه يعرف ان النيل دلوقتي بعد الجهود المضنيه في ان احنا يعني كانت تكون مش عاوز اقول المسمى بتاعها كان كان احنا هذا التلوث امن وطني كنا بنتصدى له احنا شؤون البيئه والجات المعنيه يعني حضرتك يعني لما اقول لك فوجئت احد الشركات الصناعيه الهامه ان احنا عاملين حمله مش موجود احنا وطبعا بنستخدم الانشات بتاعه المسطحات الانشات اللي, اللي, موجوده وبننزل ناخد عينات من الميه وناخد كده احنا يعني كنا عاملين حمل يوم ايه لتاني يوم العيد يعني الناس في اجازه واحنا موجودين ليه بقول للمسؤول لي في اعين ساهره على حمايه صحه المواطن مش هنسيبك تلوث النيل تحت اي بند طب حضرتك ده نهر النيل نهر النيل شفت بقى كام جهاز يشتغل معاك في نهر ده النيل اه ده موجود في نهر النيل لا لا ده بقول لحضرتك كام جهاز النهارده حضرتك مثلا لما هل في حاجات هنا دورنا بقى كشرطه البيئه تتواجد مع المسؤولين لما تسمع مثلا ان في نفوق اسماك في نهر قدام منطقه كفر الزيات في في النيل فرع رشيد دورك ايه انت بقى احنا احنا كنا الوحيدين ان كنا بندير الازمه يعني الحمد لله رب العالمين اي نعم كان معانا المسؤولين بتوع المركز ومدينه كفر الزيات المسؤولين بتوع الشركات الماليه والصناعات الشركات اللي موجوده هناك عملنا سيرفيل على الميه سريع كان معانا وزاره الصحه معانا وزاره البيئه كنا بنتابع الموقف انا لما لقيت الموقف تعدى الحدود اللي هي نقدر نقول ان هناك تلوث انا انا على طول خدت قراري رجعت للمسؤولين لو سمحتوا يقفلوا أخذ الميه المياه في المنطقه اللي هيبقى فيها محطات الشرب غير صالحه ان يتم سحب المياه منها وبالتالي صعدنا الموضوع للقيادات وتم اتخاذ قرار بان يتقفل مأخذ الميه من دخل قرار كنت انا اللي موجود وانا والمسؤولين بتوع البيئه عشان بيبقى فيه تشاور بينا عشان دي ازمه في لازم واحد يبقى موجود يدير هذه الازمه والحمد لله رب العالمين وزاره الري برضه مع التنسيق دفعت لنا بكميات مياه عشان الميه لما هتجي لنا بزياده هتبتدي تغسل انا بوصلها لك بطريقه مبسطه يخفف التلوث وفي الحاله اللي زي لما خدنا عينات تاني سمحنا للمأخذ الميه بتاع محطات الشرب ترجع الوضع الطبيعي برضو ده نار النيل ده ده, ده النيل ده, ده ده ده, كتير ده أسأل البيئي أسأل تلوث البيئي بس لما اقول لك تلوث احنا خدنا التلوث من الجانب اللي هو المفروض الاول قانون 48 60 80 ده بيقوم بيه قلنا حضرتك وزاره الطاقه هو بس في معلومة إضافية لحضرتك داخل وزارة الري في اجتماع شهري بيتم بيحضروا كل المسؤولين زي زي كل من يتعامل مع نهر النيل يحضر أوه. هذا الاجتماع تمام بما احنا يعني نقدر نقول في او في اجتماعات بتتعين آه كل الصحه ده ده تجتمع اه بنقول ايه بنقول من دراسه الموقف بتاع نهر النيل كمين. بنقول الاوضاع ايه الملوثات اللي موجوده عليه ايه أنا أتخذ اجراء ازاي كل الاجهزه موجوده بما فيها آآ آآ تشارك معنا القوات المسلحه باحد القيادات من المعامل المركزيه زي هنا زي ما احنا عندنا في وزاره الصحه اللي انا عاوز افهمه لحضرتك زي ما في وزاره الري بنحضر اجتماعات دوريه فيها عشان الوقوف على الموقف بالنسبه للتلوث بالنسبه لنهر النيل، في نفس النظام آه بنتكلم عن نوعيه الميه، عشان خلينا في جانب الميه، آه في اجتماع في وزاره الصحه انا بحضره شهري برضو عن نوعي اسمها اللجنه العليا للمياه. اللجنه العليا للمياه مسؤوله عن آه اي حاجه تتعلق بالميه، يعني حضرتك هتعمل بير عشان تنتج مثلا ميه زي المياه اللي بنشربها دي ده لها معايير يا فندم البير ده انت بتتعامل مع ميه البير ده انت بتلاقي اجراءات واجراءات و... 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 معينه تبي بيها جهاز شؤون البيئه تتم بها وزاره الصحه ويعني و... و... هتقول لي طب شؤون علاقه البيئه بالبير مثلا لا مع النهارده عشان اعمل حاجه اسمها دراسه تقييم الاثر البيئي ده قطاع في جهاز شؤون بيطلع شوف المكان ده مناسب يعني انا مش هجيب مكان قريب من حاجات تسبب تلوث لا انا المفروض ان البير المكان ناخد نطلع من منه ما يبقى مواصفاته تتفق مع المعايير المطلوبه لما نقول وزاره الصحه بتاخد عينات من البير لغايه ما تتاكد ان البير ثبت يعني حضرتك مثلا ايه بنوصل للساده المشاهدين ان الوزارات المعنيه حط عينيها على صحتك وبتدور عليك النهارده وزاره الصحه بتاخد عينات لغايه البيب ما يثبت بنسمي حاجه البيب له بصمه البيب بصمه يعني خد ثبت على وضع معين عشان وهو شغالين احنا بناخد عينات يبقى الموضوع مش انتهى بانه عمل بيه وخد ميه وملا ازايز وباء لا بيتم المتابعه طب لو الـ 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 اتغيرت البصمه بتاعة البيب بيتقفل وبيقول له عدل اوضاعك او بيقول لك اه اه يتم معالجه الماء بطبيعه ما دي نواحي كيماويه اللي انا عاوز لك موضوع الميه ملف كبير و.. وحلقه واحده احنا لو اتكلمنا فيها هياخد اكتر من كده <applause> لكن طيب. أنا بعيد عن نار النيل وبعيد عن الميه شرطه البيئه تحديدا فين من الدوله التلوث اللي موجود في كل مكان في الدوله هو انا عاوز اقول لحضرتك حاجه ال موضوع الملف البيئي هو مش خاص بجهاز شؤون البيئه لوحدها تمام البيئه مشا... لها شركاء من كافه الاجهزه عشان نبقى نقول نحمي التلوث تمام وزارة موجوده بالظبط يعني وزاره الصحه اي الدور في موضوع التلوث طب طب وزاره الصحه ده ده المشاكل كلها في وزاره الصحه ليه النهارده انا بنعمل بعض القضايا للناس اللي بيتعاملوا مع النفايات بتاعه المستشفيات ما النفايات بتاعه المستشفيات يا فندم مواد خطره يعني داخل بعض المستشفيات في محارق طب انت هتتخلص من الحاجات ازاي هتتخلص من نوعيه المواد الخطره اللي داخل المستشفيات ازاي سواء سرنجه، سواء اكياس بتاعت الغسيل الكلوي اللي إيه اللي إيه اللي إيه كل مخلفات المستشفيات هتوديها فين؟ ما هي دي تلوث فلها اجراءات عشان تتعامل معاها. احنا لها معايير ولها محارق ولها نظام وفي آآ آآ شرطه البيئه بقى جهاز البيئه ليه صله بالموضوع ده؟ لا بص يا فندم انا دوري انا انت عارف الـ 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 ان انا اساعد او اه انا بطلب حملات موجهه اه بالتنسيق مع جيش البيئة يعني مثلا انا المفروض ان كان بيبقى ليا لقاء مع السيد الوزير على فترات اه 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 تحرك مع السيد وزير البيئه طبعا بعد علم وزارتي ان انا رايح مع مثلا حملات أشرفز مثلا او هاخد مين؟ ما انا اللي ببقى معاه انا ببقى تابع معاه بقابل بقى الساده محافظين ساده السكرتير العموم وللعلم نشاط شرطه البيئه متعلق بالنسبه للحكم المحلي على صله دائمه بالساده سكرتير عموم المحافظات عموما احنا تنسيق على طول ان في مكاتب بيئه تبعهم ومكاتب البيئه اللي تبعهم بيرقصها السادة سكرتير عام في كل محافظه عشان كده بقول لحضرتك دوري اللصيق مع جهاز شؤون البيئه لان انا الخبرة باخدهم من عنده، انا باخد الخبر اللي انا بطلع بيهم حملتي منين؟ من جهاز شؤون يعني انا عاوز معمل انا بحدد نوعيه التلوث اللي إن انا طالعه هو ده الفرق بقى يعني انا عشان تقدر تحدد نوع الخبير اه يعني ايه؟ انا هتعامل مع ميه ولا هتعامل مع ضوضاء ولا هتعامل مع انبعاثات اه 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 دخان يعني لما حضرتك مثلا يجي لك اه اخطار من من السيد وزير البيئه يقول لك اه اه بسرعه عشان احنا رايحين اه مكان بعتبره مقلب زباله داخل محافظه القاهره طب مقلب الزباله دي تبع البيئه المفروض انه تبع المحافظه طب هيئه تجميل ونظافه القاهره عشان كده بقول لك كل الاجهزه بتشاهد كل الاجهزه بالظبط انا لما انتقلت معاه او انتقلت وتواجدنا في المكان هنا بنلاقي اه اه ال برضو الشرطة الحماية المدنية بتتواجد بسيارات الإطفاء لأن بيحصل أن القمامة لما تتجمع مع بعضها بيحصل اه اه تفاعل واشتعال ذاتي ويطلع انبعاثات والأهالي في المنطقة كانوا بيشتكوا يعني يعني طبعا من الريحه اللي موجوده فكان لازم كل الاجهزه تنتقل تقدر تقول من انتقل لا من اول وزير البيئه وسياده رئيس جهاز شؤون البيئه و و و والمسؤولين بتوع المحافظه وهيئه التجميل والنظام يعني عاوز اقول ان العمل في مجال البيئه منظومه شبه فيه تعاون وتكامل ما بين الاجهزه وبعضها يعني انا بطلع بقول لحضرتك باخد الخبره بتاعتي منين من جهاز شؤون البيئه انا مش مش هاجي فجاه اقول له ده طالع دلوقتي لازم تنسيق في تنسيق مسبق ليه؟ لأننا لان انا عاوز نوعيه معامة بتاع المعمل ممكن يكون معمل طالع في امويه اخرى هو بينسق معايا مثلا في حمله قش الرز مثلا يقول احنا طالعين بكره نستهدف الشرقيه طالعين بكره نستهدف مثلا كفر الشيخ وهكذا الاليوبيه وحتى ماشي احيانا بيبقى في لها دراسه عشان احنا بنخطر برضو الشرطه في الاماكن اللي احنا بروحها يعني انا حضرتك مثلا نازل اه اه انت بتقول لي الاجهزه الاخرى غير دورك ايه؟ انا نازل اسكندريه طب هتعامل مع مين؟ انا هاخد ناس معايا من الجهاز؟ لا طبعا انا هاخد معايا ناس من فرع الجهاز اللي في اسكندريه بالظبط فبتقابل مع رئيسه الفرع وبتعامل معاه وبنقول برنامجنا اللي احنا جايين له لان انا رايح مستهدف صناعات بعينها ليه؟ أفضل. لانها بنعمل عاملين دراسه عن اكبر اماكن بتسبب تلوث تلوث بالظبط فبستهدفها خاصه منطقه برج العرب مناطق كتف في اسكندريه في صناعات خطره يعني يعني مثلا آآ آآ بعض الصناعات محتاجه التوعيه ومحت... وخاصه الحاجات اللي ممكن نقول فيها جنايات يعني كل ما هو مواد خطره واتعامل مع مواد خطره تعرض المسؤول عن الشركه او رئيس مجلس الاداره انه تعرض على النيابه في جنايه لان المواد الخطبه لها اجراءات تخزين وتداول والتصنيع وازاي احافظ على العامل داخل بيئه العمل او من هنا اقول لك بقى هتقول لي طب العامل داخل بيئه العمل ده برضه له علاقه بالبيئه اه ما احنا معانا القوى العامله القوى العامله أيوة. كوزاره عشان كده بقول لك كل الوزارات بتتكاتف في في حاجه القوى العامله معانا احنا محافظ على بيئه العمل المحافظات برضه ايوه انا ما بنزل حمله اسكندريه وده العجب المحافظ العام انا كنت باخد بتوع البيئه اللي هم اداره البيئه يشاركوا معانا عشان يحصل نوع من صقل المهارات ان هم يؤدوا دورهم يعرفوا احنا بنعمل ايه يبقى حملات مشتركه كله شارك فيها ال ال الهدف كله انا بعمل كده ليه انا محافظ على في الاخر بحمي من التلوث الناس المقيمين في نفس المكان <applause> ده مهم فبالتالي انت بتعملش لوحدك انت بتعامل من خلال منظومه ان انت بروح اي مكان بستعين بفرع الجهاز يعني نزل اسوان عامل حمله على العائمات السياحيه في الاقصر واسوان بستعين ايه بالجهاز بتاعنا في اسوان اي نعم جهاز اسوان ما فيهوش الخبراء الكافيين في مجال معين اكمل منين؟ من جهاز شؤون البيئه من إدارة المعامل أو من التفتيش أخذ العدد اللي أنا محتاجه بالإضافة ليهم نعمل حملات داخل على عائمات أو على كل المصانع اللي تتلوث البيئة في منطقة أسوان ومثلا ولقصة وهنا وكده ف... سيد الواء صبر جنزوري الشباب ما هو دور الشباب في المحافظة والحفاظ على البيئة هنجاوب بقى إن أه... شاء الله بعد الفصل أه... نطلع فاصل صغير <applause> ونجاوب العسل انا ما كملتش الاول الحته بتاعه باقه الملوثات احنا خدنا الميه لسه باقي عايز حلقات وحلقات, وحلقات وحلقات بس هقولها سريعا كده حضرتك بس نطلع فاصل وبعدين حضرتك نرجع نتفاصل المشاهدين رجعنا لكم مره ثانيه مع سياده اللواء صبري المنزولي مساعد وزير الداخليه والمسؤول والخبير الامني والبيئي مساعدك يا فندم اهلا <applause> بيك كنا بنقول أنواع التلوث وحرج دخلت هنا هو انا عشان بس وقت البرنامج ان طبعا عشان نتكلم في موضوعات البيئه ده حاجات كتير معقده لكن اقول ان عندنا تلوث مائي او تلوث بنقول تلوث هوائي تلوث ارضي دلوقتي بقى اصبح في تلوث عن طريق الضوضاء تلوث عن طريق البلاستيك عندنا حاجات كتير تلوث اشعاعي انواع المدرسات كتير لكن انا بقول الدوله لا تألو جهدا وخاصه احنا ربنا يعني بعد فتره من الدور العظيم اللي قامت شؤون البيئه وبعض الاجهزه الاخرى اللي لها مشاركه كبيره وايجابيه قدرنا مثلا زي نهر النيل هتلاقي تغيرت الصوره تماما كل اللي انا عاوز أه اوضحه للساده المشاهدين ان نعمل النيل حاليا الحمد لله تمام أه أه كثير الشبكات أه وفات اوضحها ودلوقتي اصبح ما فيش يعني اي ملوثات على النيل لكن انا بقول أه بنناشد المواطنين اللي هم بيصرفوا الصف الصحي بتاعهم على التبع والمصارف وعلى نهر النيل احنا ان الاوان ان احنا نحس ان احنا كلنا لازم يكون لنا دور ايجابي مع وزاره البيئه بس اه اه وزاره البيئه حاليا فيها وزيره نشطه ذو فكر ثاقب انا من الناس اللي بتابع الملف البيئي هي عاوزه تعمل حاجه وخاصه فرصتها ان أه حكومة, حكومه الدكتور مصطفى مدبولي أه 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 يعني لها دور أه كبير في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالملف البيئي نظرا لخطورته أه على الامن القومي نظر ان احنا مصر فيها مقومات طبيعيه جميله أه لازم عشان نحافظ على التنوع البيولوجي عشان الاجيال القادمه تتمتع وزي مصر طول عمرها حضاريه تظل وان شاء الله تن... تستمر حضاريه هو آه الرئيس السيسي بيحلم ان ما يجي عشرين ثلاثين آه تكون آه مصر آه من يمه الملف في البيئي آه في مصاف الدول العظمى آه في التعامل مع الملفات المتعلقه بالبيئه في, كو... في كافه النواحي. آه <applause> دور <تنمية> المجتمع بقى عمومة. احنا عندنا تلوث هوائي من اللي وراه؟ يعني مثلا بعض الناس وانا في حديث التلفزيون السابق قناه الثالثه بيتكلم على الملوثات بتاعه الهواء طب ما جزء من من المنظومه اللي عملها الرئيس السيسي الطرق دلوقتي والسيوله الموريه والكباري اللي اتعملت ده كل ده قال عمل سيوله موريه يعني كان نتيجتها ايجابيه على التلوث يعني دلوقتي اصبح العربية طول ما هي واقفة وفي كثافة مورية يبقى في عدم طالع، دلوقتي لا ما مفيش، أولا بقلل استهلاك الوقود، في الوقت نفسه بقلل الانبعاثات الناجمة وتتشكل حوالي كام 24% تقريبا ملوثات الهواء اللي أنا بطمن حضرتك إن داخل مصر كلها عندنا حوالي 106 محطة رصد بيئي لتلوث الهواء يعني إحنا داخل القاهرة بنقدر نعرف الأماكن اللي فيها تلوث لكن لما نفاجئ ان في ناس بتتعمد زي يا مسحاب السوداء ده عاوزين توعيه المواطن المواطن يعرف ان له دور احنا ليه قشوز ليه ده, ده, ده 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 مشروع يعني يدر على الفلاح باقتصاد جميل بدل ما يحرقوا في الارض لا دلوقتي وزاره البيئه وفي جمعيات جمعيات المنظمات المجتمع المدني اللي بتشارك وفي بعض الجهات بتشارك أني دلوقتي اصبح م... له استثمار وعقد اقتصاد على الفلاح ان موضوع اشفروز بدل ما فيه استفيد منه آه ال... المقامير الفحم المسابك كل ده بيتم التصدي ليه عاوزين فيه توعيه من المواطن لما تلاقي مسبك بتعبك آه آه جهاز شؤون البيئه في اضافه للشكاوى بيستقبل كل الشكاوى وبيوجه حملات آه للاماكن اللي فيها التلوث احنا تصدينا من كل مقامير الفحم بالتنسيق مع الساده المحافظين او المحافظات ومكاتب البيئه ورؤساء الاحياء بصراحه بيعملوا شغل في هذا الموضوع محتاجين تكاتف الناس مع وزيره نشطه محتاج دعم من الشباب ودعم من منظمات المجتمع المدني هي بتنشد دلوقتي الشباب حتى داخل الجامعه يعني هي بتعمل حاليا بروتوكول تعاون ما بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشاركة الشباب من الجهتين عشان احنا عايزين نعمل تنمية مستدامة عشان تنمية مستدامة عشان نحافظ على التنوع البيولوجي اللي عندنا نحافظ على دي اللي دي لازم الشباب ينهض في هذا المجال تعمل أبحاث ان احنا كيف نستفيد من تدوير بعض المخلفات عشان تجيب عقد اقتصادي ان يعني انا استفيد منها ازاي نتخلص تخلص الامن من نفايات المواد الخطره يعني دي, دي النهارده بيتم التوسع في المشروعات الخاصة بالمدافن الصحية عشان المخلفات الخطر ومخلفات المستشفيات مخلفات ذات طبيعة بتعوز مدافن خاصة ولا إجراءات ولا حتى العربيات اللي بتشيل المخلفات لا نظم وكل حاجة أو كل نوع من أنواع التلوث بيبقى له اجراءات بتعمل، يعني حضرتك لو جسمه مشع في مصنع زي مصنع الاسمنت. الجسم المشع ده بيعمل السيرك الدايره بتاع خط الانتاج، طب لو حصل فيه عطب. ال ال هذا الجسم المشاع عشان تنقله من مكانه لازم بنخطر بيه ولازم يتعمل له خدمه موريه و و ويجي ناس خبراء من هيئه الطاقه الذريه بيتعاملوا معاه. عاوز يعني اقول المواطن موضوع مش كده، البيئه أه لها اعين سهرة عليها لكن انت دورك ايه يعني هو الهدف من الحلقة احنا في الاخر الدولة قايمة بواجبها تمام كافة الاجهزة المعنية بتشارك حتى الشرطة موجودة متمثلة في شرطة البيئة ادارة شرطة البيئة متمثلة في المسطحات المنتشرة على كل في كل المحافظات معنا القوات المسلحة ناس من المعامل المركزية بتشارك معنا في لجان وزارة الصحة كل ده عشان المواطن يطمن ان في الدوله حاطه عينيها كل ما يتعلق بصحته، لكن انت دورك ايه؟ انت عملت ايه؟ انت الناس فاهمه ان البيئه دي رفاهيه، ان ان ان, ان, ان انتوا بتتكلموا في في ملف البيئه واحنا عندنا ملفات اهم، لا ان البيئه وانا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو نار... صاقبه لهذا الموضوع ان لو انا اتعاملت مع الملف البيئي وقدرت اسيطر على كل التلوث لدرجه ان ان شاء الله في عشرين ثلاثين احنا بنقول يبقى نسبه كما لو كان ما فيش نسبه الهواء تكون نقيه اه اه سيادته ادى توجيهاته في كل محطات المعالجه للصف الصحي دلوقتي على احدث اللي هو النظام الثلاثي المياه فندم طالعه من من محطات المعالجة أو نقدر محطات الصف الصحي تكاد تكون صالحة للشغل تكاد هي بتنزل للنيل تاني عشان إحنا في تقدم على طول لكن أنا كمواطن بستخدم بلاستيك بستخدم كيماويات طريقة التخلص حتى داخل مطبخ البيت من النفايات اللي موجودة في في البيت المفروض في بعزل الحاجات عن بعضها عشان سهل التعامل معاه انا بتكلم عن اللي الـ الـ الشباب هل هو اه واعي لهذا الملف البيئي دوره حتى نبتدي نعلم الطفل في المدارس الابتدائي وفي الحضانه اه يعني اه لما بنقول في المناطق السياحيه وخاصه في شرم وكده ما تلاقيش طفل يبني ورقه في مش هقول اكتر من كده يعني ليه عشان هو اتعود على سلوكيات طفل الاجنبي على سلوكيات مع معينه ان انا مش ورقه في الشارع ان انا اجيب شجره ازرعها قدام بيتي هو ده اتخضب ان انا ممكن ازرع سطح سطح بتاع البيت بتاعي بحاجات نوع من الاشجار اللي اشتد شكل جمالي للمدينه ليه ليه شباب الجامعات وخاصة من الفنون التطبيقية والفنون الجميلة يطلعوا يرسموا جداريات جميلة آآ آآ عن حضارة مصر وعن نهضة مصر وعن مستقبل مصر يعملون يرسموا يبقى مصر دي جميلة الرئيس السيسي نقل العشوائيات أو يعني شوف حي الأسمرات ومسدس مسبيرو يعني في تقدم حضاري وزرع خضرة في المكان حضر يعني بقى في حضارة ناس عايشة في أدمية أسر بدل ما كان عايش في عشش دلوقتي كل ده الدوله طب انت بقى انت دورك ايه بقى كمواطن حافظ على اللي انت وصلت له يبقى المكان اتسلم لك شقه جميله مكان جميل في ارصفه جميله في منتجعات في مسطحات خضراء الديسكيب موجود جميع المصانع الحالية اللي افتتحها بس بقرر بيدور على وحده المعالجه وضاعوا على الاماكن الخضراء ليه؟ إن عاوزين مصر بلدنا تبقى جميلة وكده الح... الحضر اللي موجود منش... ما... ما يبقاش فيه عبء على البنية التحتية للمرافق بتاعتنا عشان ال... 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 كلنا نساعد يبقى فيه دور للمرأة ودور لل... للشباب ودور للكنيسة ودور للمسجد ودور لمنظمات المجتمع المدني خدت بال حضرتك؟ كله يؤدي يؤدي يحط إيده في إيد وزارة البيئة وكافة الأجهزة المعنيه بالملفات الخاصه بالبيئه، انت عندك الملفات كتير، انت هتتكلم في اي نوع انت 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 في في شق معين بتبقى عندك ميه وهواء و وتربه، انت عندك الـ الـ انواع التلوث الارض كتير، فبالتالي انواع الصناعات عندك يعني اما اقول ايه الصناعه دي غير دي غير دي، كل صناعه لها معاييرها ولها ازاي تتخلص يعني يعني اناشد الساده المسؤولين كل واحد في اختصاصه ان دلوقتي في تق... بالنسبه للانبعاثات الدخان كل واحد في مصنعه رئيس مجلس اداره الشركه يقوم من من المعايير البيئيه الموجوده وال 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 والسجل البيئي اللي موجود عنده و... أ... 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 حضرتك بالنسبه في استعدادات مبكره موجوده دلوقتي احنا بنستعد عشان نواجه السحابه السوداء بتاعت الشروز هو دايما دايما بيحصل هو اولا في إدارة اسمها إدارة الازمات في قطاع اللي موجود في وزاره البيئه وفي عندنا من دون إدارة تتلقي الشكاوى الخاصه باي حاجه سواء سحابه سوداء او او اي موضوعات بيئيه السحابه السوداء دي ده ده عباره عن تكتف عده اجهزه في يعني اليات من الدوله الواجهة. ايوه على طول يا فندم في اليات موجوده من دول دلوقتي احنا هنواجه ايوه ال... ال... يا أيوة فندم دايما انت مش هتلاحظ ان شاء الله تكاد تكون احنا هم دلوقتي بيبقى يتواجد في هذا الوقت مش موضوع سحابه سودا بس ده احنا عندنا ملوثات مقامير الفحم بتاعه المسابك غير ملوثات الهواء الاخرى لعدم السيارات وخلافه يعني القش بص دلوقتي الفلاح وعى أهمية إنه إنه هترجع له بعائد اقتصادي فبالتالي بدل ما كان بيحرقها ابتدى مع الشركات وزارة البيئة بتنزل عندهم مع معدات وفي مراكز تجميع وفي منظومة حالياً لإدارة المخلفات في إدارة مركزية لإدارة المخلفات الصلبة ودي لها اهتمام وفيها دعم كبير و... وهم بيدعموا الفلاح ب... بكافة الأج... يعني النهارده هينقل ازاي قش الرز ازاي هيكبسوا المعدات دي هي اللي بيجيبها وزارة البيئة وبتساعد الفلاحين عملوا اماكن تجميع لدرجة ان بعض الفلاحين حاليا هم بيعملوا بيساعدوا وزارة البيئة في اماكن التجميع وبقوموا بنفس المهمة فان شاء الله هتبقى ال... اليوم اللي جاية كلها دايما احسن ان شاء الله السنوات السنو... السنو... المقبله مصر نجحت في اعداد مصيره مسودات غارضه طرق ل 198 دوله تركيب هو 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 الـ الـ احنا بنقول ان احنا عندنا تنوع بلج يعني ربنا انعم على مصر بمقاومات كتيره يعني انا لما اقول لحضرتك احنا عندنا اه اه نقول احنا كذا مكان يعد مناطق سياحية وأثرية لما نقول كل الأماكن اللي أنا عم بها ربنا سبحانه وتعالى على مصر سواء سلاسل جبال سواء وديان أنواع نباتات معينة أنواع طيور معينة أنواع عندنا محميات طبيعية فالمحميات الطبيعية تشكل 15% من مساحة مصر المحميات دي عاوزين نستثمر عاوزين نحافظ على المكون بتاع محميات سواء كل الشعب المفجانية اللي موجودة في شرم الشيخ وفي الغردقه <متحكي> عندنا ربنا حب مصر بحاجات كتيرة الصحراء البيضاء والرمال البيضاء والأماكن الـ الـ المختلفة التنوع البيولوجي اللي موجود ده لازم له مقومات نحافظ عليها يبقى عشان احافظ عليها بنقول نحافظ على التنوع البيولوجي آه ل عشان يبقى في تنميه مستدامه وعشان يبقى مصر لها رياده فكان عملت هذا اللقاء منه ان احنا ده بي آه بيشكل آه تكامل دولي بيشكل احنا عشان حضرتك برضو آه في صندوق للبيئه احنا هيجيله دعم منين الدوله لوحدها يعني ما تقدرش تقوم بهذا الملف، فبالتالي بيحصل منح ومعونات من الخارج وكله بيأدي دور ودي ميزه الوزيره الحاليه اللي اشتغلت في هذا الجانب مع منظمات دوليه وعفى ما يتم فبتدير الملف بذكاء ونظرة صاقبة وإن شاء الله مثل هذه المؤتمرات بتعود بالنفع على علينا باعتبار احنا دولة ريادية سواء عالميا أو على مستوى أفقي التنوع البيولوجي ده مهم جدا والدولة والعالم بيديله اهتمام انت عندك مواضيع التصحر وال وانت عارف ان صح مؤتمر في باريس والمؤتمرات و... 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 المختلفه عشان موضوع التصحر والاحتباس ال... الحراري و... كل دي عاوزه تكاتف دولي يعني يعني وبالتالي في, في منظمات وفي جهات مانحه فمثل هذه المؤتمرات بتوضح مصر وريادتها وقوتها والمقاومات الطبيعيه اللي موجوده فيها واحنا لازم يبقى في نقدر نقول كيفيه احنا كلنا نجتمع بما فينا من شباب وكل منظمات المجتمع المدني والوزراء يعني ان احنا نحافظ عليها إلا 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 عشان الاجيال إلا القادمه عايزين ننشر الوعي اه بالظبط عايزين ننشر الوعي محتاجين فتره زمنيه دي لا هو, هو هي هي, هي مجرد إن الناس تحس الوعي البيئي بين الناس لا هو هو مد... يعني هو مدى استيعاب المواطن لأهمية البيئة، ده اللي أنا بكلمه في الأول وقلت لحضرتك بعض الناس بيرى يعني أنا آ... إن البيئة دي يعني حاجة رفاهية آ... مع إن أنا يعني لما اكتر حاجة لما أنا اشتغلت في الفيلد أو المجال ده آ... ومع إن أنا كنت عامل كله بحث جنائي لقيت إني لا ده موضوع خطر قوي والموضوع ده كويس ان الدوله بتوليه كل اهتمامه ووزارات متعاقبه ويعني و و عاوز اقول الفتره الحاليه بتشهد لا تطور كبير في ال في التصدي للملف البيئي يعني والوصول لباب الامان ل بطر بطريقه كبيره وخاصه لو الناس تعاونت مع السيده الوزيره الحاليه وكل الأجهزة تعاونت معها وكله وكل دوره ما أنا النهاردة مطالب اوعي الناس وأنا في, 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 في المسجد خطب الجمعة وفي الكنيسة وبنقول هي حاليا السيدة الوزيرة بساتر الوزيع الله معلش عشان وقت البرنامج احنا سعدنا اللقاء وبنوعد بلقاء تاني ان شاء الله قريب والله يعني انا انا سعدت بلقاءك ويا رب بس نقول مصر تناها جميلة وكل يؤدوا دوره من أجل مصرنا الحبيبة وتحية للسيدة رئيس عفتاح السيسي يعني على هذه المبادرة وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر, مصر في حاجة بعد تحيا مصر خلاص تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر, مصر. مصر. شكرا سيدة اللواء أعزائي المشاهدين بنوعد إن شاء الله عايزين ما قلناش حاجة خالص مع سيدة اللواء <applause> ان شاء الله هنتقابل معاه قريب قوي وهيكون في حلقه واثنين وثلاثه مع سياده اللواء ونكمل كل الملف البيئي ونقول للرئيس شكرا سعاده الرئيس شكرا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر